وتعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفروعه المختلفة وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة سالة حامد، هي موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده انا موجوده النهارده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس خليني انا كمان يا كريم وانا هواندو ابارك لكل جمهور النادي الاهلي. يعني امبارح بعد ما يعني في جميع الالعاب الاخرى قدروا الفرق امبارح ان هم يفرحونا، يمكن خليني ابتدي معاكم يعني بتتويج طبعا رجال الطايره. يعني مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، تتويج رجال الطايرة تحت قيادة الكابتن ميدو مصلحي ببطولة أفريقيا للكرة الطايرة واللي أقيمت في تونس بعد ما فازوا على نادي الترجي التونسي بثلاث أشواط مقابل شوط. قدروا أن هم يتوجوا الماسترز ببطولة أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخ النادي الأهلي. ويمكن شفنا كلنا امبارح كانت مباراة صعبة جدا في وسط عدد كبير من جمهور الترجي التونسي في قلب تونس، ولكن قدروا أن هم يرجعوا اللقب مرة أخرى للنادي الأهلي. كمان مش بس رجال الطايرة اللي فرحونا امبارح، كمان رجال السلة تحت قيادة الكابتن أو المدير الفني مستر أغوستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي، واللي قدر يعني بفضل تعليماته وتوجيهاته طوال المباراة، كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة للفريقين سواء النادي الأهلي أو نادي الاتحاد السكندري، نادي كبير نادي الاتحاد السكندري. المباراة كانت صعبة جدا على الفريقين، ولكن قدروا إن هم رجال السلة يرجعوا اللقب مرة أخرى للجزيرة، واللقب يعني لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخ النادي الأهلي بعد غياب 6 سنوات. قدروا إن هم يرجعوا اللقب مرة أخرى لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. ويمكن امبارح أنا كنت موجودة امبارح يا كريم ونهاوند في المباراة، وشفت يعني الأجواء كانت أكثر من رائعة بعد تتويج رجال السلة وتواجد يعني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالكامل، كانوا كلهم موجودين عشان يساندوا اللاعبين. وكمان يعني شفنا في يعني لقطه جميله، كان موجود الكابتن الخطيب ويعني دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وهم بيسلموا درع الدوري لكابتن الفريق لكره السله يعني الكابتن الكبير والاسطوره كابتن مودي الجرحي كابتن الفريق، وهو بيستلم الدرع وبعد كده بيحتفل مع اللاعبين. يعني كانت اللقطه او الاجواء كانت اكثر من رائعه، ويعني قدروا امبارح كلهم ان هم يفرحونا بعوده اللقب مره اخرى. خليني بقى ارجع ويعني اقول لكم على اخبار جميع الفرق الرياضيه، وهبتدي معاكم بالفريق الاول لكره القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. ويعني بعد راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة مرة أخرى من الجزائر، امبارح الفريق رجع واستأنف تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش، ولكن في بداية المران كان في جلسة مع الكابتن سعد عبد الحفيظ واللاعبين، وكان بيتكلم معاهم عن يعني التحديات المقبلة والفترة المقبلة. إن شاء الله هيرجع التحديات مرة أخرى مع عودة المباريات في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وأول مباراة إن شاء الله بكرة مع نادي البنك الأهلي الساعة 8 في الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. كمان بعد الجلسة الفريق بدأ أو خاض يعني فقرة الإحماء مع كابيلو مخطط الإحماء، وبعد كده الأحمال، وبعد كده عفوا الفريق يعني خاض التدريبات بالكرة على ملعب مختار التتش. النهاردة إن شاء الله برضو هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي، النهارده التدريب هيكون الساعه 4 العصر، وبعد كده الفريق بالكامل هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله، عشان طبعا يكونوا في حاله تركيز ويدخلوا في اجواء المباراه نظرا لاهميتها في بطوله الدوري. فالنهارده ان شاء الله التمرين الساعه 4، وبعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق مباشره. كمان يعني خليني اقول لكم ان كده بالنسبه لجميع الالعاب الاخرى يا كريم ونهاوند، خلاص الموسم يعني خلص بالنسبه لجميع الفرق سواء رجال او سيدات في يعني جميع الالعاب لا طايره او كمان يد، ولكن فاضل لسه يعني فرقتين لسه الموسم بالنسبه لهم مخلصي، وهو فريق الاول لكره اليد رجال. النهارده ان شاء الله عندهم مباراه السيمي فاينل في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وهيواجهوا النهارده إن شاء الله نادي دون باسكو الإيفواري. النهارده إن شاء الله في مباراة السيمي فاينل بعد ما قدروا إن هم يتغلبوا على بطل النايجر نيامي في الدور الثمانية وتأهلوا للسيمي فاينل. وكمان يعني فريق الأول كرة الطايرة سيدات أو فتيات الذهب تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي لسه الموسم بالنسبة لهم مخلصي، وإن شاء الله يعني في الشهر الجاري يوم 19 هيسافروا لتونس عشان يشاركوا في بطولة أفريقيا لكرة الطايرة سيدات، واللي هتقام ان شاء الله يعني برضو خلال الشهر ده، بس هيسافروا الاول قبليها بكام يوم، يوم 19 ان شاء الله. يمكن دي يا كريم ويا نهاوند كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وببارك مره اخرى تاني لجمهور النادي الاهلي بعد الفوز بلقب بطوله افريقيا للكره الطايره والدوري لكره السله. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
مفيش أي أسئلة، مفيش غير كل الشكر ليكي أكيد زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية المتميزة. ودلوقتي بقى نروح معاكم للصحافة الرياضية. تحس إن الجو يعني فعلا غريب جدا، يمكن كان دكتور محمود شاهين معانا أول أسبوع وقال لنا هيبقى في تقلبات ودرجات الحرارة هتنخفض بالمناسبة في الويكند تحديدا الجمعة والسبت، هيبقى في انخفاض كمان في فترات النهار، لكن النهاردة الجو تحديدا غريب جدا، لأن أنا أول يعني وأنا نازلة كان الجو برد وبعدين في حر وبعدين رجع برد تاني، يعني لما طلعت اجيب حاجه من العربيه ورجع برده بردت تاني، ففي حاجه مش مفهومه. حتى دلوقتي ورا سالة الجو مغيم وفي هواء. بصي كلمه بردت دي هتوحشنا كتير الفتره الجايه كريم، انت عمال تقول كده بقالك من شهر واحد بس ما حصلتش. يكونش الصيف مش جاي بسببك، ما تستعجليش كله جاي.